صباح الخير. واليوم 7 نوفمبر 2021 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، تبدو غير قادر على تحمل ضغوط الوضع المالي يلي ابتدى يعطي تأثيرات سلبية على حياتك بشكل واضح، بالإضافة لقرار بالسفر عم تسعى لإتمامه بأي طريقة. عاطفيا مشكلتك مع الشريك بحاجة لوضعها ضمن حجمها الصحيح بهدف تحديد أساسها الأصلي قبل مواجهة الموقف الجديد مع الشريك. مولود برج الثور، رح تعتمد على نفسك بتنفيذ بعض النشاطات المهنية الخاصة، ورح تشغل عقلك بالمكان يلي رح يساعدك على ضبط نفقاتك المالية بالشكل الصحيح. عاطفيا عم تتحسن معاملتك مع الشريك، وتبدو أكثر قبولا لظروفه حتى لو ما بتتناسب مع سياسة معتقداتك في الحب، طالما الأجواء أصبحت مشجعة على المصالحة والتقارب العاطفي. مولود برج الجوزاء، يبدو أنك سمعت عن التغييرات يلي عم تحصل بداخل محيطك المهني، ورح يشغلك هيدا الأمر بكيفية التخلص من القيود الخاضعة لأوامر هيدا التغيير، ولربما تستخدم علاقاتك بهدف الانتقال إلى أي جهة جديدة. عاطفيا تبدو بحاجة لفهم كل الأسباب الواقفة بطريق استقرارك مع الشريك، وكأنك رح تربط الأحداث ببعضها قبل تحديد موضوع الخلاف الأساسي اللي كان السبب بأزمتك معه. مولود برج السرطان، تبدو مشغول بإعداد خطة عمل سريعة بهدف كسر الجمود المهني يلي عم بتعيشه، وكأنه عينك على نشاط عمل إضافي قد يكون مرتبط بشروط خارجية، بالإضافة لتعافي من عارض صحي طارئ. عاطفيا رح تفضل تجاوز مشاكلك السابقة مع الشريك قبل الحديث عن أي خطوة أمامية ممكن تحكوا فيها، وخصوصا أنه خلافه معك تحول لموقف شخصي فجأة. مولود برج الأسد، عم تجتهد على إعادة استقرارك المهني، ورح تركز بشكل قوي على الحلول المالية السريعة، وبنفس الوقت رح تتفاعل مع أي عرض إضافي ممكن تعتمد عليه بهيدي الأيام الصعبة. عاطفيا ظروف وضعك العاطفي مع الشريك أصبح مختلف تماما عن السابق، وبناء على هيدي الأجواء رح تتجاهل تصرفات كتيرة ما بحبها شريكك العاطفي ولا بحبك تفكر فيها أبدا. مولود برج العذراء، تبدو جاهز لإدخال بعض الإضافات أو المقترحات على روتين وظيفتك المهنية، ومن المحتمل هيدي اللفتة تفيدك بتطوير أعمالك بشكل واضح بالرغم من اعتراضك على طريقة التنفيذ. عاطفيا أسباب غامضة عم تتحكم بتفاصيل علاقتك مع الشريك، ومن المحتمل هيدي الأجواء تفرض عليك ردة فعل خارجة عن إرادتك فعليا. مولود برج الميزان، عم تجتهد على البدء بنشاط عمل بيتشابه مع أعمال مهنية سابقة، ولكن هيدي المرة من خلال رؤية مختلفة تماما عن الماضي، ومن المحتمل تعرضك لانتقادات منطقية أكثر. عاطفيا عم بتزيد احتمالات العودة للشريك، ولكن رح ينقصك الخبرة الكافية بعملية التعاطي معه لكسب قلبه من جديد، ولربما يتعمد لتجاهل رسائلك أو التجاوب معك بسرعة بهدف كسر معنوياتك مش أكثر. مولود برج العقرب، رح يقدم لك أحد الأصدقاء حل سريع لمشكلة بينك وبين زميل عمل مقرب من أصحاب العمل. قد تكون هيدي المشكلة بسبب عدم تقبلك لإجراءات التغيير يلي عم تنفرض عليك بشكل حتمي. عاطفيا رح تستغل كل دقيقة ممكن تقربك من الشريك أكثر وأكثر، وخصوصا أنه المرحلة القادمة بتحمل معها تغييرات حلوة وقرارات مشجعة على الارتباطات الجدية، وخصوصا عند الراغبين بالاستقرار. مولود برج القوس، تبدو معترض على مبدأ التغييرات الإدارية اللي عم تحصل بداخل محيطك المهني، وخصوصا أنه هيدا الأمر ما رح يحقق لك أي نتائج مالية أو إضافية ممكن تعتمد عليها بمعالجة أمورك الخاصة. عاطفيا رح تنتقل من مرحلة عاطفية إلى مرحلة تانية، ونصيحتنا لك تبتعد عن فخ القرارات الارتجالية يلي ممكن تعرض علاقتك مع الشريك للمزيد من التوترات العميقة بدون ما تنتبه. مولود برج الجدي، عم تجتهد على تغيير وظيفتك الراهنة وأعمالك الخاصة، بالإضافة لاهتمامك بمتابعة إجراءاتها المالية المرتبطة فيها مباشرة، والوقت عم يسرقك بدون ما يحقق لك أي نتيجة أو بدون ما تحقق لك النتيجة المطلوبة. عاطفيا ابتديت تكون أكثر تقبلا للمواقف الطارئة يلي عم تحضر فجأة بينك وبين الشريك، بالإضافة لاستعدادك التام لمعالجة أزمتك معه
أو بما يرضي الطرفين. مولود برج الدلو، الفلك عم يتحدث عن عرض عمل قابل للرد والموافقة عليه، ولكنك متخوف من عملية التأجيل يلي ممكن تستهدفك بشكل شخصي، بالإضافة لمتابعة صحية بانتظارك. عاطفيا تبدو جاهز لأي مصالحة عاطفية ممكن تخفف من أجواء الضغط النفسي يلي عشته بفترة الزعل يلي حصلت بينك وبين الشريك، ومن المحتمل يصعب عليك تغيير سلوكياته. آخر الأبراج معنا مولود برج الحوت. عزيز الحوت، تغيير وظيفتك الحالية أو تفكيرك الجدي بالحصول على نشاط عمل إضافي أصبح أمر واقع بالنسبة لك، بالإضافة لعتبة بيت جديدة تبدو مهتم بالانتقال عليها بأسرع وقت. عاطفيا رغبتك بالتقرب من الشريك ممكن تعرضك لهزيمة نفسية ما لم تتقن لعبة الذكاء العاطفي بعملية جر الشريك صوبك بطريقة تخليه هو المبادر الأول لهيدي الخطوة. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بتمنى لكم بقية النهار يكون فعلا ويكون كتير حلو. باي باي.